السلام عليكم شباب، اهلا بكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله يا شباب هنستكمل مع بعض بقى الكورس برضو بتاع الهندسه المدنيه، ونتكلم على محاضره دي رقم 11، ومازلنا برضو بنتكلم على النوع الاول من الاحمال اللي هو ايه بقى، الحمل المركز. وهنا بقى ده المثال الاخير في النوع ده للشباب، ان احنا بقى هنضيف على الفرص الموجوده في موجود عازم معانا، في عندنا ايه بند المومنت موجود له قيمة عند السبورت ايه. فعشان نحل المثال ده شباب بقى والتمرين دوت، طبعا احنا لو افتكرنا بقى، لو كان عندي المثال ده خدناه بكده دوت من غير بقى ان في عندي هنا لود او عندي اللي هو مومنت، يعني هنا كان بيأثر دوت عندي كام بقى، 6 كيلو نيوتن، وانا عندي الديستنس اهيت هنا كان 2 متر وهنا 4، اكيد بقى كان الرياكشن فورس هنا عند الايه كنت سهل نجيبه. ونلاحظ في حالة وجود بقى البومت موجود عندنا بيختلف الرياكشن فورس زي ما نشوف دلوقتي ونحل مع بعض. يعني في الحالة ديت كنا بنقول يا شباب ممكن نجيبها بايه، بطريقة مباشرة. انا عندي هنا الديستنس بين 2 و4، يعني اجيب ايه بقى النسبة بين المسافات 2 الى 4 متر، يعني يعتبر 1 الى كام الى 2 متر، انا كده بقسم تمام على 2، فاصبح كده المجموع الكلي كام، 3. المجموع الكلي كام يا شباب؟ مين؟ 3. طب عنده القوة دي كام؟ 6. القوة 6 ديت لو قسمتها على 3 يبقى فيها 2، يبقى عندي الواحد بكام؟ الجزء الواحد ب2، يعني دي تبقى كام بقى؟ يبقى عندي هنا 2 كيلو نيوتن، ودي كام بقى؟ 4 كيلو نيوتن. 4 كيلو نيوتن، بس مين بقى كان ياخد القيمة الكبيرة بقى؟ دي مسافة صغيرة فكان ياخد ال 4 كيلو نيوتن، يبقى هنا ال ار ايه اهوت هيطلع بكام بقى هنا؟ 4، واتجاه فين؟ الفوق لأعلى. بينما بقى عند الأر بي هياخد كام؟ 2، وبرضه اتجاه فين؟ الأعلى، عشان يحصل يا شباب بقى اتزان. تمام، هنا بقى 2 كيلو نيوتن وهنا 4 كيلو نيوتن. دلوقتي لو كان ايه، ما عنديش اصلا هنا ايه بقى ايه بند المومنت. طب تعالى شوف بقى لو كان مدينا عزم كمان بقى دوران موجود في المسألة، أكيد الرياكشن ديت مش تطلع 4، ولا الرياكشن عند اللي بيطلع 2، المفروض طبعا هي مجموعهم 6. طب تعالى بقى في المثال ده بقى هنشوف هيطلع ازاي. يعني كده في الحالة العادية المفروض تطلع لي 2 و4 عند الرياكشن A ب4، وعند الرياكشن B او الار بي بتاعت ال عند السبورت بي بيطلع بكام؟ ب2. وطبعا قلنا طبعا النسبة تبقى عكسية مع الديستنس عشان يحصل بالانس. فأول حاجة برضه زي ما قلنا بقى ايه شروط اللي يبقى الاتزان، بيبقى طبعا عندي قلنا ايه بقى شباب، ان السيجما اكس بتساوي زيرو. طبعا هنا عندي سبورت دوت نوعه اللي هو البن او البيفت. طيب طبعا هنا في عندي اكس رياكشن في اتجاه الاكس، طبعا مفيش عندي قوة تانية بيبقى بزيرو. هناخد بين بقى ايه رياكشن في اتجاه الواي، ده هيبقى الار مين ايه، وهنا في عندي سبورت نوت اتجاه مين لاعلى الار بي. يبقى طبق الحالة التانية، طبق الحالة التانية سيجما واي بتساوي زيرو. يعني ممكن نقول بقى ان الستة هتساوي مجموع الاتنين دول بقى، الار اي بلس مين الار بي، لحد كده متفقين كده عادي خالص، ودي هسميها ايه المعادلة رقم 1. طب تعالى بقى ايه ناخد مين بقى الكونديشن التالت في التزام سيجما اي ام، وليكن هاخده عند مين؟ عند النقطة A B، عند النقطة A. يبقى سيجما A عند النقطة A، سيجما مومنت يعني عند النقطة مين A، بيساوي زيرو.
طيب هنا المامت عند ايه موجود معلوم مدينة قيمته كام؟ 3. وعين خد بالك بقى انا ماشي فين. تمام، قلنا بقى شباب دايما ان ضغط عقارب الساعة اللي ايه زي الزرع بالظبط، الزرع تبقى موجب برضه هنا، العزم يبقى موجب. فادي المامت اللي عند السبورت ايه اتجاه مين؟ تمام، مع عقارب الساعة ضغط عقارب الساعة يبقى موجب، يقول لنا ايه موجب 3. والار ايه طبعا عشان بيمر بيها هيبقى بزيرو، ناقص مين بقى؟ الستة. الستة تمشي فين؟ تمام، مع عقارب الساعة يبقى سالب 6 في المسافة ب2، أقول ماينس بقى 6 وأحط مقاسين الديستانس. أدي خلصت دي. تعالى ناقص مين بقى؟ إيه الأر بي أنا فاضته فين اتجاه الواي أهو، هلف فين؟ ضد عقارب الساعة، يبقى إيه بقى بوزيتيف الأر بي في كام بقى؟ في الديستانس كلها عند النقطة إيه تبقى ب6، يبقى أقول بقى الأر بي مضروب في كام يا شباب؟ في 6 يساوي كام؟ 0. يبقى أصبح هنا بقى 3 و2 في 6 ب12، بس بالماينس اهيت بلس 6 ار بي يساوي كشباب مين؟ 0. ومنها بقى نجيب مين بقى؟ تمام، من الار بي هنا هيساوي طبعا دي بسالب 9، يبقى بكام هنا؟ يبقى يا شباب ال ار بي طبعا دي ماينس 9، ويطلع بقى بالماينس، يبقى ايه ماينس هتروح مع ماينس، يبقى ال ار بي يطلع بكام؟ ب9 على 6، يعني كام؟ 3 على 2، يعني ب1.5 كيلو نيوتن. أجي بقى أعوض دي فين بقى؟ في رقم 1 عشان أجيب مين؟ الـ RA. فأكيد الـ RA يطلع لي كام بقى؟ أقطع حديبة من 6 يبقى يطلع لي كام؟ 4.5 كيلو نيوتن. طبعا بقى انا اشتغل معاكم يا شباب بقى المره دي زي ما قلنا بقى، وقبل كده في المحاضره الاخيره اللي فاتت هنشتغل على طول بدون معادلات بقى. فاصبح عندك هنا بقى ال ار ايه ب4.5، يعني هنا في عندنا كام بقى هنا ال ار ايه ب4.5 يا شباب كيلو نيوتن، وادي ال ار بيطلع بكام؟ ب1.5. تعالوا بقى ايه نكتبهم افضل يعني بلون تاني عشان ايه يبقوا معروفين واضحين لنا كده. ادي قلنا كام ال ار ايه بقت بكام؟ ب1.5، وادي ال ار بي سوري، وادي ال ار ايه بكام؟ ب4.5. شوف بقى احنا قلنا في ايه لما كان بقى بدون عزم هنا موجود معانا معطى، كانت دي كام؟ كان حد بيقول دي كانت 4، وهنا الار بي كان ب2، فاصبح كده الاكشن فورس اختلفت نتيجه مين؟ اللي احنا ضفنا عزم على المساله. طبعا لو انت برضه كان العزم من هوت موجود عند السبورت بي هيختلف برضه. طيب تعالى نشوف بقى هنرسم ازاي بقى. انا مش هكمل معادلات هنا بقى يا شباب. اول حاجه الشير فورس دياجرام، انا عندي ان هو كام؟ 4.5، ده فين؟ في اتجاه البوست فوق اتجاه الواي، يبقى اطلع هنا كام؟ على 4.5 هنا، وليكن عندي النقطة دي يا شباب كده كام؟ ديت ال 4.5. وبعدين مفيش حاجة لحد 2 متر هفضل ماشي ثابت، يبقى أنا بدأت من 0 وطلعت ل 4.5، وبعدين مشيت أفقي ثابت لحد 2، هيعملي مين بقى؟ تمام، اللود ده كام؟ اللي هو 6 لتحت، فانا هنزل كام بقى؟ 6. فحد يقول لي بقى لما انا هنزل كام تحت 6 هقف عند كام هنا بقى؟ اكيد حد يقول لي انا هقف عند كام؟ عند 1.5. ادي ايه؟ ادي 6، هنزل هنا 6 كده، فانا وصلت ده كام؟ لحد 4.5. اكمل كمان بقت 1.5 هنا،
بقى بالسالب هنا كام؟ سالب 1.5. هل في بقى فرصة تانية من أول هنا لحد الأربعة؟ مفيش، هفضل برضه مستمر لحد البي. البي كان كام بقى؟ تمام، ب1.5 أهو، يعني هطلع فوق. اطلع فوق في النهاية وصلت الزيرو، وصلت الزيرو يبقى أنت كلامك شبه صح. قول دايما يا شباب، سواء الشير أو البند مومنت دايجرام يبدأ من الزيرو وينتهي عند الزيرو. يبقى أنا مشيت كده كام؟ 4.5، ونزلت 6، ومشيت هنا كام؟ 1.5، وطلعت هنا كام؟ 1.5. في الآخر إيه بقى إيه؟ الموضوع عندي صفر أهو، بقى زيرو زيرو في البداية والنهاية. يبقى أصبح كده عندك دابين بوزيتيف شير، وتحت يمين يا شباب نيجاتيف مين شير. تعالوا بقى نجيب مين؟ المومنت ده. وقلنا المومنت ده يا شباب هو مين بقى؟ تمام، البند المومنت هو تكامل مين يا شباب؟ للشير. وتكامل مين يا شباب؟ الشير. فانا عندي هنا الشير هنا من كام بقى؟ في الفتره من 0 ل 2 كان هنا داله ثابته، هنا كانت هنا بقى دي كام؟ دي عباره عن المعادله بتاعته كام بقى؟ الواي كان بتساوي يا شباب مين بقى؟ قيمه ثابته اللي هي 4.5 في اكس. هنا دايما قيمه ثابته بيعتبر مين؟ مضروبه في واحد، يعني كان اكس اس 0. يعني عاوز تقول هنا بقى ان الشير هنا بقى رقم 1. اه تمام، اللي هي بقى الاف الفي سوري بقى، اللي هي كده يعني ان الفي 1 يساوي كام؟ 4.5 في اكس اس 0. لما نيجي نكمل دي بقى، اه ده انا ايه بقى؟ هزود الاس 1 بس، انا اس جديد فهزود على الاكس بواحد، بقت 0 زائد 1 بواحد، واس واس جديد بديه برضه نفسها. يبقى اصبح في النهايه يا شباب بقى هيبقى عندي هنا خط مستقيم الخط كده بقى هي بين ده الميل، وده هيبقى المومنت بقى رقم 1، ده اللي في اكس هيساوي كام؟ ايوه 4.5. تعالوا نكتبها تحت عشان نحط القيمه دي بقى. يبقى عندي هنا يا شباب مين؟ الام 1 اوف اكس هنكامل مين؟ الشير. هو يطلع لي بكام بقى؟ ب4.5، 4.5 اكس. في الفترة من اللي فين يا شباب؟ تمام، من الاكس بقى اكبر من او تساوي زيرو، ايوه لحد اكس كام؟ اقل من او تساوي الاتنين. ادي الاتنين اهي، دي الاتنين متر، ودي الزيرو اهو. هو كده من كام هنا؟ 4، يعني هفضل برضه من الزيرو لحد الـ4. طيب القيمة دي كام بقى اللي هي بقى ماكسيموم مومنت اللي هي عندها الشير بزيرو؟ تعالوا نرجع كده فوق، ادي هنا شباب مين؟ ده الشير عنده بزيرو اهو، هنا الشير بيساوي زيرو. يبقى قلنا بقى المومنت كام عنده؟ ماكسيمم. طب قيمته كام هنا بقى بالمعادله دي بقى؟ انا عندي لما اكس بزيرو هتبقى المومنت هنا بزيرو، زيرو اهو. طب لو عندي اكس بواحد اكيد اقول واحد في اكس ب4.5. طب عندي اكس باتنين يبقى دي كام يا شباب؟ ب9. يبقى القيمة دي يا شباب مين؟ ب9. وادي معادلة مين؟ البند المومنت في اللي بقى في الفترة من اكس قلنا كام؟ أكبر من أو تساوي الزيرو لحد اكس أقل من أو تساوي الاتنين. طب تعالى بقى في الجزء التاني. وعلى فكرة احنا قلنا برضو يا شباب دايما بنقول برضو ايه؟ إن التكامل تعني ايه بقى؟ المساحة تحت مين؟ المنحنى، أو أسفل المنحنى. لو انت برضه مش عارف تجيب المعادلة الخط المستقيم دي، المعادلة ايه بقى اللي هي خط مستقيم من الدالة الثابتة بالمنظر ده كده، فانت جيب المساحة تحت المنحنى.
المساحة تحت المنحنى دي فين بقى؟ اللي هو المربع ده أو الشكل ده مش ده عبارة عن 4.5، تمام؟ في 2، اللي قصدي 4.5 هو ده الطول، ده 4.5 يعتبر الارتفاع ده 4.5 كل ده، وهنا بقى ايه العرض كام؟ 2، فده مستطيل. اعرف اجيب المساحة ديت؟ اه بنعرف نجيبها. مساحة المستطيل طول في العرض 2 في 4.5 ب 9، يبقى جبت النقطة دي كام؟ 9. طب حد يقول لي بقى الشكل ده كام بقى المستطيل التاني برضه المساحة تحت المنحنى؟ قال الارتفاع ده كام؟ 1.5. بس هو طبعا ده سالب، ها؟ في الأربعة بكام؟ ب 6. بس ما تنساش إن عندي هنا إيه بقى؟ إن عندي هنا في قيمة بادئة من 9 وهتقل لحد فين؟ لزيرو. طب عاوز أجيب بقى المعلق ده إزاي بقى؟ آه ده بقى معادلة خط موسيقية بيساوي يا شباب مين هتفتكروا بقى؟ تمام، آه السي اللي هو الجزء المقطوع من 1.17 زائد مين؟ الإم في إكس. انا عاوز اجيب السي. السي فين؟ اللي هو الجزء المقطوع من 1 بين الصادات، يعني دي بكام؟ ب 9. يعني السي ده بكام؟ ب 9. بنقول هنا منها بقى ان السي هتساوي كام يا شباب؟ مين؟ 9. طب عاوز اجيب الام بقى اللي هو السلوب. اه ما السلوب هنا هيساوي مين بقى؟ الدلتا واي على الدلتا اكس، دي كلها كام؟ ب 4، ودي كلها ب 9. يبقى اذا الام هنا بكام؟ تمام، هيطلع لي بسالب، سالب كام بقى؟ 9 على كام؟ على 4، يعني 2.25. يعني في النهاية بقى الدالة بقى أو المعادلة بتاعت المومنت 2 بالنسبة لإكس في الفترة من الإكس أكبر من أو تساوي زيرو وأقل من أو تساوي من الأربعة هتساوي كام يا شباب؟ تمام، 9 سالب كام؟ 2.25 اللي هو الميل في إكس. طب عشان تتأكد قلنا إيه دايما برضه؟ قلنا المومنت هيبدأ بزيرو أهو وينتهي بزيرو، يعني أنت لو عوضت عن الإكس هنا بكام؟ ب 4، هل القيمة دي بزيرو؟ يبقى شغلك صح. عوض بقى عن 4 في 2.25 ب 9، 9 ناقص 9 ب 0، يبقى شغلك صح. طب انا عاوز بقى بعد ان هو بيمشي بمسافة متر عاوز اجيب النقطة دي، اكيد طبعا تقل عن 9، يبقى قول 1 في ديت هتطلع لك معاك كام؟ حوالي 6.75. طب بعد هنا بقى دي بعد 1، ها، على اساس بدأت من 0 هنا برضه لحد 4. طب بعد مسافة 2 متر، طب بعد مسافة 3 متر عملت ايه اللي اهي؟ طب قول 3 بقى في القيمة ديت، اكيد طب زادت هي صح من 9 يطلع لي فعلا قيمة اقل ايه؟ لحد ما اقول في النهاية اكس ب 4، يطلع في النهاية شهاد مين؟ 4 في القيمة ديت ب 9، 9 ناقص 9 يطلع لي برضه بيوم ب 0، يبقى كده شغلك ايه يا شهاد؟ مظبوط. يبقى كده يا شهاد ايه لما انا عندي بقى في مسألة فيها مديني معاها عزم مع الفرس الايه مع الحمل ما قلقش منه خالص، دون طوري بالنسبه لا تقلق بالنسبه لمين؟ للعزم مديهولك، هو بس مجرد العزم هنا هيغير في قيمه مين؟ الرياكشن فورس، هيبقى له تاثير على الرياكشن فورس. وزي ما قلنا بدون العزم قلنا كان عندي هنا الارض كام بقى؟ قلنا ب 4 مع مسافه قصيره، وقلنا كان العزم عند مين؟ كان ب 2 يا شباب مع المسافة الكبيرة، بحيث يحصل اتزان 2 في 4 ب 8 ولا 4 في 2 ب 8. نفس الشيء هنا برضه 4.5 في 2 ب 9 وال1.5 في 4، سوري بقى قلنا ال اه ما يحصل اتزان، بس خد بالك هنا معاها دي 9 وهنا كام؟ دي 6. اه هنا برضه شفت بقى انا ايه حصل بقى ايه عدم اتزان ليه بقى؟ عشان في عندي اتزان، عندي عزم موجود اهوت، موجود مدينا عزم كمان من معانا في المسألة. فالعزم هو بقى ده بقى هو اللي هيظبط مين بقى البالانس ده، لأن كده مفيش بالانس اهو. لما قول 4.5 في 2 ب 9 و4 في 1.5 بكام؟ ب 6. فطبعا 6 من 9 الفرق 3 راح فين؟ في العزم. عشان كده يا شباب العزم يبقى هنا ايه عامل معايا بالانس.
وكده يا شباب بقى يكون وصلنا لنهاية الفيديو، وأتمنى بقى يكون الحلقة عجبتكم يعني إن شاء الله. وانتظرونا بقى إن شاء الله في الفيديو القادم بقى، هنتكلم بقى على إيه الحمل الموزع بقى، النوع الجديد في الأحمال اللي هو يا شباب من الحمل إيه الموزع. ولو أنت بقى كنت أول مرة بقى تشاهد القناة، فمتنساش الإعجاب بالقناة والشير حتى تعم الاستفادة. ودمتم يا شباب في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.